السيدات والسادة، نشرة أخبار العاشرة مساء تأتيكم من الفضائية المصرية. وفي البداية لكم التحية، مرحبا هبة، مرحبا شيرين. أهلا بك محمد، أهلا بشيرين، أهلا بمشاهدينا الكرام، ونبدأ النشرة بالعناوين. مصر تؤكد على دعمها الكامل للأونروا لمواصلة دورها في تقديم المساعدات لقطاع غزة، وتطالب بالضغط على إسرائيل لمنع إعاقة إدخال المساعدات. شهداء ومصابون في اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي في غزة، وارتفاع عدد الضحايا العدوان على القطاع إلى أكثر من 31,700 شهيد. ومدبول يؤكد العمل على حل مشكلة توافر السكر في الأسواق بأسعار مناسبة، ويطالب بعقد اجتماع استثنائي لمسؤول الغرف التجارية لإعلان انخفاض الأسعار. وفي أخبار الاقتصاد نتابع. المشاط تعلن عزم مجموعة البنك الدولي توفير أكثر من 6 مليارات دولار تمويلات للاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث المقبلة. السيدات والسادة، نشرة العاشرة إلى تفاصيلها. أكد وزير الخارجية سامح شكري على دعم مصر الكامل لوكالة الأونروا لمواصلة دورها وعملها الذي لا غنى عنه في تقديم المساعدات لقطاع غزة والفلسطينيين. نعم، وخلال مؤتمر صحفي مع المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، أشاد شكري بدور الأونروا في تقديم المساعدات على الرغم من استمرار العمليات العسكرية وفقدان سبل الحياة الأساسية بقطاع غزة. حوار طويل وممتد جمع بين وزير الخارجية سامح شكري والمبعوث الخاص للسودان توم بيريلو بشأن أسس وسبل إنهاء الأزمة الحالية والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السودان، ولقاء آخر جمع بين شكري والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في مؤتمر صحفي. مصر تدعم المفوض العام بصورة كاملة وتدعم إدارته للمنظمة والعاملين بطريق، ونثني على عملهم المثالي والنموذجي. إن تمويل الأنوار ينبغي أن يستمر، وعلى المجتمع الدولي أن يدركوا أن الأنوار إن اختفت من الوجود عليهم أن ينطلعوا بالعبء المعنوي وعواقبه. سيتم إصدار بيانات جديدة حول الوضع الخاص بالمجاعة في غزة، وأخشى أن هذه البيانات قد لا تشير أي تحسن في الوضع، بل على العكس هناك تدهور متوقع، ولكن سنتأكد من ذلك عند إطلاق هذه البيانات. وخلال المؤتمر أكد شكري على الدور الحيوي الذي تطلع به الأونروا في خضم الأوضاع الإنسانية المتدهورة لسكان قطاع غزة لتقديم الخدمات الأساسية والمواد الإغاثية للشعب الفلسطيني. إن ضغط مسؤوليتي ومستقية الأنوى للقيام والاطلاع بمسؤولياتها حول تدفق هذه المساعدات، وأيضا أؤكد على دور الأنوى في هذا الاطلاع لهذه العوائق وهذا التقييد من قبل إسرائيل. سلطة احتلال الحقيقة، الحقيقة لا تتواءم مع ولاية المنظمة تحت مظلة الأمم المتحدة، إضافة إلى موظفي الأونروا الذين قتلوا. لدينا أكثر من 150 من منشآتنا تم ضربها وتدميرها تماما، أكثر من 400 شخص تم قتلهم أثناء سعيهم للحصول على الحماية من العلم الأزرق المتحدة، وأكثر من 1000 شخص أصيبوا. كما أكد شكري على حرص مصر على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للأونروا، وكذلك استمرار التنسيق مع الأطراف الدولية الفاعلة من أجل توفير الدعم المالي اللازم حتى تتمكن الوكالة من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني.
داهمت قوات الاحتلال مجمع الشفاء في ساعة مبكرة من صباح اليوم وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين. هذا وقد قالت وزارة الصحة في غزة بأن حريقا قد اندلع عند مدخل المجمع وتسبب في حدوث حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين إلى المستشفى. وأوضحت الوزارة بأن الاتصالات انقطعت وأن هناك أشخاصا محاصرون داخل وحدات الجراحة والطوارئ في أحد المباني. هذا وقد زعم بيان لجيش الاحتلال بأنه ينفذ عملية دقيقة استندت إلى معلومات استخباراتية أشارت إلى أن المستشفى تستخدمه حركة حماس كقاعدة انطلاق في مهاجمة القوات الإسرائيلية. هذا وعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء العملية العسكرية الإسرائيلية في مجمع الشفاء الطبي في غزة، محذرة من أن المعارك تعرض العاملين في مجال الصحة والمرضى والمدنيين إلى الخطر. وحذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم من أن أي أعمال عدائية أو عسكرة للمنشأة تعرض للخطر الخدمات الصحية ووصول سيارات الإسعاف وإيصال الإمدادات المنقذة لحياة السكان في قطاع غزة، وشدد على أن المستشفيات يجب ألا تكون ميدان للمعارك. وبالتزامن ولليوم 64 بعد 100 على التوالي تواصل العدوان الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع. وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا هذا العدوان إلى 31,726 شهيدا و 73,792 جريحا منذ 7 أكتوبر الماضي. وفقا للصحة الفلسطينية فإن 81 شهيدا قد استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية جراء الغارات والقصف الإسرائيلي، فضلا عن إصابة 116 شخصا. وقد أشارت إلى أن الكثير من الضحايا ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات ويصعب الوصول إليهم. توقع تقرير تدعمه الأمم المتحدة تفشي المجاعة من الآن وحتى مايو في شمال قطاع غزة، حيث لا يزال هناك 300,000 شخص محاصرين بسبب العدوان. وجاء في التقرير أن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستوى كارثي من الجوع في جميع أنحاء القطاع قد ارتفع إلى 1,100,000 نسمة، أي حوالي نصف السكان. وأضاف التقرير أن المجاعة الآن متوقعة ووشيكة في محافظتي شمال غزة وغزة، ومن المتوقع أن تصبح واقعا جليا خلال الفترة المشمولة بالتوقعات من منتصف مارس 2024 إلى مايو 2024. من جهته أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل أكد على أن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة حولت القطاع إلى مقبرة مفتوحة. وجدد بوريل خلال اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في بروسل اتهام إسرائيل باستخدام المجاعة سلاحا للحرب في قطاع غزة عبر عدم السماح لشاحنات المساعدات بدخول القطاع. هذا وقد أوضح بوريل بأن غزة لم تعد على شفا المجاعة، بل هي في حالة مجاعة فعلية يعاني منها عشرات الآلاف من الفلسطينيين. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى 10 من رمضان. وقال وزير الدفاع إن رجال القوات المسلحة يؤكدون قوة عزيمتهم وإيمانهم بقدسية المهام والمسؤوليات المكلفين بها، متمسكين بروح انتصار 10 من رمضان، محافظين على يمين الولاء لمصر وشعبها، ماضيين خلف قيادتهم الوطنية الطموحة وردتكم الحرة لتحقيق ما يصبون إليه من مستقبل واعد يليق بالوطن وأبنائه المخلصين. من جهة أخرى هنأ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى 10 من رمضان. وقال عبد الرازق
قال إن ذكرى انتصار العاشر من رمضان برزت فيها عبقرية العسكرية المصرية التي أذهلت العالم حين نجحت قوتنا المسلحة في عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف المنيع وتحرير الأرض المصرية وتحقيق النصر المبين الذي مهد لسلام الأبطال واسترداد كافة أراضي سيناء التي كانت محتلة. بعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان. وأشار وزير الداخلية إلى أن في ذكرى العاشر من رمضان تتجدد في الأذهان أيام مجد خالدات جسدت فيها القوات المسلحة بتكاتف مؤسسات الدولة وجموع الشعب المصري الفتية ملحمة وطنية في العطاء والفداء دفاعا عن الوطن ورفعته. تابع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إجراءات زيادة المعروض من السكر في الأسواق، جاء ذلك خلال لقائه بوزير التموين علي المصلحي، حيث أكد مدبولي على أن الدولة تعمل على سد أي فجوة في هذه السلعة الاستراتيجية، كما شدد على جاهزية الدولة للعمل على البنك مع البنك المركزي لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد 1,000,000 طن من السكر، لافتا إلى اتخاذ الدولة لإجراءات الاستيراد وبدء وصول بعض الشحنات. وأشار مدبولي إلى أن العمل على حل مشكلة توافر السكر في الأسواق بأسعار مناسبة. ومن جانبه استعرض وزير التموين خطة إنتاج السكر للعام الحالي والتدفق المقترح بالأسواق. كذلك ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع بحضور عدد من الوزراء، حيث أكد مدبولي أن السلع بدأت تتوفر بالفعل في الأسواق، لافتا إلى أنه يتلقى يوميا من محافظ البنك المركزي بيانا بما يتم تبيعه من موارد النقد الأجنبي للإفراج عن البضائع والسلع من الجمارك، غير أنه طالب خلال الاجتماع الذي حضره رئيس اتحاد الغرف التجارية بسرعة عقد اجتماع استثنائي مع مسؤولي الغرف التجارية لإعلان خفض أسعار السلع بما يتوازي مع توافر الدولار وانخفاض سعري عن السوق الموازية. بحث رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي خلال لقائه برانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي موقف المشروعات التنموية المنفذة من خلال الشراكات الدولية، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك مع شركاء التنمية من أجل دعم أكبر للقطاع الخاص في ظل اهتمام الحكومة بتعظيم مساهمة هذا القطاع في النشاط الاقتصادي ودعم أولويات التنمية الوطنية. هذا وقد أكدت المشاط على أن الإصلاحات الهيكلية التي شهدها قطاع الطاقة منذ 2014 قد أسهمت في تحفيز القطاع الخاص وتعزيز مشاركة شركاء التنمية في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة. أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب مناقشة عامة مقدم من أكثر من 20 عضوا بشأن سياسة الحكومة تجاه التواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج والاستفادة منهم في حالة إلى اللجنة المختصة. بالفعل وخلال المناقشات أعلنت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سهى الجندي إطلاق مركز وزارة الهجرة للشباب الدارسين بالخارج لتحقيق التواصل مع الطلبة المصريين بمختلف دول العالم. نتابع. في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير من عام 2022 تبين وجود أكثر من 3,000 طالب مصري بالجامعات الأوكرانية وأكثر من 13,000 بالجامعات الروسية، ناهيك عن الطلبة الدارسين بالجامعات الأوروبية والأمريكية والكندية. الأمر الذي حدا بمجلس الشيوخ السعرات طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة تجاه التواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج والاستفادة منهم. وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وفي معرض رديها على ما جاء بطلب المناقشة أوضحت أن تقديرات أعداد المصريين بالخارج تصل لنحو 14 مليون مصري بينهم عدد كبير من الدارسين. قمة أولويات وزارة الهجرة هي في التواصل مع المصريين في الخارج بشكل عام، لأن التواصل مع المصريين في الخارج وهم زي ما السادة النواب أشاروا في مداخلاتهم هم في تقديراتنا إحنا يصلوا إلى 14 مليون مصري. ال 14 مليون مصري في عدد ضخم منهم من شباب الدارسين،
وأضافت الوزيرة أن التواصل مع الطلاب المصريين بالخارج يأتي على رأس أولويات وزارة الهجرة. التواصل مع هؤلاء الدارسين هو الأولوية القصوى الحقيقية. ليه؟ لأن مجرد أن أنا أتواصل مع الأبناء ده معناه أن أنا لما أحتاج لابن من الأبناء في مجال من المجالات اللي أنا شايفة أن هي أنا في احتياج شديد أو عندي تحدي فيه في مصر، أقدر أن أنا أستدعيه لأن هو يجي ويساعد، يجي يكون لي رأي ويكون لي دور، ويقدر أن هو يقيم مجموعة عمل، يقدر أن هو يجد لي حلول. وبعد انتهاء المناقشات أحال رئيس المجلس بيان الوزيرة وطلب المناقشة ومداخلات النواب إلى اللجان المختصة لمناقشتها، وإعداد تقرير بشأنها يعرض فيما بعد على الجلسة العامة للمجلس. مناقشة مجلس الشيوخ لطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة تجاه التواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج تأتي بهدف وضع آلية محكمة لإحصاء عدد الطلاب الدارسين بالخارج وسبل التواصل معهم حتى يتسنى الاستفادة من خبراتهم وعلمهم وتوعيتهم بقضايا وطنهم. من مجلس الشيوخ، محمود إسماعيل، التلفزيون المصري. نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان المبارك لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. تأتي تلك الندوة في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وإحياء المناسبات الدينية داخل هذه المراكز تنفيذا للسياسة العقابية الحديثة. نتابع. تنفيذا للسياسة العقابية الحديثة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، تحرص وزارة الداخلية على عقد ندوات دينية وتثقيفية لتقويم سلوكيات النزلاء. من هذا المنطلق نظم قطاع الحماية المجتمعية ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان المبارك لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بحضور نخبة من علماء الأزهر ووزارة الأوقاف الذين أثنوا على هذا التوجه من وزارة الداخلية. حديث القرآن عن شهر رمضان قال لي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أوصيكم بالقرآن خيرا، كلام ربنا، فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، ما فيش مقارنة، رقم واحد المصحف. الندوة تأتي في إطار الحرص على إحياء المناسبات الدينية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل كأحد مرتكزات السياسة العقابية الحديثة، وهي فرصة ليتعرف النزلاء على فضل الشهر الكريم ويتعلموا المفاهيم الدينية الصحيحة. استفدت منها حاجات كتير في الندوة بتاعت النهاردة، الصبر على الابتلاء، ازاي اخرج اواجه المشاكل بتاعتي، اتعلمت منها حاجات كتير انا ما كنتش عارفها برضه. وبننمي معلوماتنا الدينية، بنقدر نسأل علماء، بنشوفهم في التلفزيون بيجوا لحد النزلاء وبنسألهم وبيردوا علينا وبنستفاد من علمهم. كلنا نخطئ، احنا بشر، لكن الفارق بين الإنسان الذي يحب الله ويحبه انه اذا اخطأ رجع. تسهم هذه الندوات في الارتقاء بالسلوكيات الإيجابية لدى النزلاء، وتؤكد على نجاح البرامج الإصلاحية والتأهيلية التي تطبق والتي تراعي معايير حقوق الإنسان، بل وتساعد على سرعة دمجهم في المجتمع قبل الإفراج عنهم. صلاة الله قدسي ساناها، الله الله، صلاة الله قدسي ساناها، الله الله، من المولى على المختار طه، الله الله. الندوات الدينية اللي احنا بنحضرها على طول بتدينا طاقة إيجابية في ان انا اخرج من هنا ابقى عارفة اواجه اللي بره. استفدت ان انا اكون انسان سوي وانسان منتظم وأحافظ على أمور ديني وأحافظ على مجتمعي ووطني وبلدي. أشكر سيادة الرئيس على مراكز وإصلاح تأهيل اللي عملها جديدة في حياة دينية. الندوات اللي بتتعمل هنا حاجات ما كناش بنشوفها قبل كده، بنتعلم حاجات دينية كتير. اللي بيعجبني في هذا الشأن اهتمام وزارة الداخلية بالمواهب اللي عند النزلاء وتيسير الصعاب لهم. هو بيؤدي فترة، الفترة دي بيتم إصلاحه وتأهيله من جديد وبيخرج للمجتمع عضو صالح داخل المجتمع، فده شيء طيب. هذه الندوات ومع حرص الوزارة على إقامتها بصفة دورية أحدثت نقلة نوعية في فكر وسلوك النزلاء، حيث تسمو بالأخلاق وتؤهلهم للاندماج في المجتمع والبداية من جديد. هذه المراكز التي أصبحت منارة علمية وثقافية واجتماعية وأصبحت يعني شعلة نشاط في كل المجالات، فهذا العمل عمل ممدوح وعمل
يؤجر عليه من قام به. فقد حولها إلى مؤسسة يدخل فيها الإنسان مخطئا ليعود صالحا يتعامل مع الحياة انطلاقا من الأخوة الإنسانية والمحبة للجميع. اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وتلاوة القرآن، اللهم آمين. هذه الندوات الثقافية والدينية التي يقيمها قطاع الحماية المجتمعية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بصفة دورية تسهم في الارتقاء بسلوكياتهم وتؤهلهم للاندماج في المجتمع أعضاء صالحين لبداية حياة جديدة لهم، وهذا هو جوهر السياسة العقابية الحديثة، تأهيل وإصلاح النزلاء للاندماج في المجتمع. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ممثلا في إحدى جمعياته الخيرية بافتتاح معرض لتوزيع الملابس الجديدة بقرية طوخ دلكا التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وذلك لدعم 800 أسرة ضمن الأسر الأكثر استحقاقا بالقرية. يهتم التحالف الوطني بالوصول إلى القرى النائية والأكثر احتياجا على مستوى المحافظة بتنفيذ عدد من المبادرات في الآونة الأخيرة، سواء للقوافل الطبية أو معارض في قرى ونجوع المنوفية. الآن موعد أخبار المال والأعمال تأتينا بها الزميلة شيرين الوكيل، إليك شيرين. شكرا هبة. رياضة العاشرة، أهلا بكم. أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي أن المجموعة تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات للاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث المقبلة بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص. وأشارت المشاط إلى أن الحزمة التمويلية تركز على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وتعزيز دوره في جهود التنمية. جاء ذلك خلال اجتماعها مع أنا بيردي نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون العمليات، حيث استعرض محاور الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. ذكرت وزارة العمل أنه تم توفير 1638 فرصة عمل ب 42 شركة قطاع خاص ب 13 محافظة في عدد من التخصصات ومنها لذوي الهمم، ذلك بأجور تبدأ من 3500 جنيه شهريا فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي. وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه الفرص الجديدة سيكون خلال شهري مارس الجاري وأبريل المقبل من خلال مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر أو مديريات العمل بالمحافظات، كذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت. إلى البورصة المصرية والتي تراجعت مؤشراتها على نحو جماعي بختام تعاملات اليوم متأثرة بمبيعات العرب والمؤسسات الأجنبية، وهبط المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنحو 6.3% مغلقا دون مستوى 29092 نقطة. كذلك تراجع المؤشران اي جي اكس 70 اي دبليو اي واي جي اكس 100 اي دبليو اي بنسب تراوحت ما بين 7.6% و 7.9%. هذا وقد اعلنت إدارة البورصة خلال جلسة اليوم إيقاف التداول على 32 سهما لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 5% هبوطا أو صعودا.
أظهرت بيانات رسمية تراجع صادرات السعودية من النفط الخام في يناير إلى 6.297 من ألف مليون برميل يوميا مقابل 6.308 من ألف مليون برميل يوميا في ديسمبر، في حين أظهرت البيانات ارتفاع صادرات السعودية من المنتجات النفطية بواقع 106 ألاف برميل يوميا وواحد ومئتين وثلاثين وأربعين من الألف مليون برميل يوميا في يناير. يذكر أن السعودية تقدم بياناتها الشهرية بشأن صادرات مع بقية أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى مبادرة بيانات المنظمات المشتركة جودي التي تقوم بدورها بنشرها على موقعها الإلكتروني. والآن نستعرض الأحوال الجوية والطقس مع زميلة غادة حفني. نهاية النشر وهذا التذكير بأبرز ما جاء بها من عناوين. مصر تؤكد دعمها الكامل للأونروا لمواصلة دورها في تقديم المساعدات لقطاع غزة وتطالب بالضغط على إسرائيل لمنع إعاقة إدخال المساعدات. شهداء ومصابون في اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي في غزة وارتفاع عدد ضحايا العدوان على القطاع إلى أكثر من 31,700 شهيد. ومدبولي يؤكد العمل على حل مشكلة توافر السكر في الأسواق بأسعار مناسبة ويطالب بعقد اجتماع استثنائي لمسؤول الغرف التجارية لإعلان انخفاض الأسعار. كما يمكنكم متابعة البث الحي نشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني masfiro.ng. سيدتي وسادة، نشرة العاشرة عرضنا لها من الفضائية المصرية. شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء. في أمان الله.